السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيراكم دايرين خوتي؟ لاباس؟ نتمنى وإن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، وشكرا لكم على البرتاج، على الدعم اللي كتعطيو لي. بارك الله فيكم، يخلصكم الله. شكرا شكرا شكرا. هالنهار عندنا واحد الفيديو خاص بواحد النوع خاص على حساب الصحة ديال الإنسان، والتجربة 100% درتها انا، لان انا كنت خاص لها التجربة هذه، والحمد لله. يعني من بعد التجربة هذه عرفت بينما مادة بسيطة تقدر تعطينا العلاج اللي كنقلبوا عليه. المهم، كنقول دائما وابدا هذا القناة ديالي ماشي غير يعني النباتات والزهور وجميع الحوايج اللي هي كندير عليها خبرة انا شخصيا، وكنحطها في القناة، بها زراعة الورود وزراعة الخضروات وزراعة الخروب من البداية حتى النهاية، وجميع الحوايج اللي هي خاصة بالصحة يعني علاجية، ولكن صحية 100%. و يعني بيئة يعني صحية، والمواد بيئية يعني معروفة عندنا وكنستعملوها دائما وأبدا. كنقول للناس اللي هما جداد، مرحبا بكم، ديروا سكرايب الأبوني الاشتراك، يعني ديروا لنا شي لايك زوين، ودقوا الجرس، وصيفطوا الأصدقاء والصديقات. إلا عندكم شي فيسبوك حطوه تما وبارتاجيو لنا. الله يرحم لكم الوالدين، وشكرا لكم. كنقول الناس اللي عندهم الحرقة أو الحمض، حرقة ولا الحمض ديال المعدة، حمض المعدة والحرقة المعدة بنسمي حنايا بالدارجة نتاعنا في المغرب، الجائر. ثقوا بيا خوتي، ما خاسرين والو في سبيل الله. كي كيسميو الناس هي المادة كما كتشوفوا طبيعية 100%. هاو كما كتشوفوا هنا عندي، حنا كنسميوه بالدارجة نتاعنا، كاين اللي كيسميه عود النوار، كاين اللي كيسميه باللغة العربية القرنفل. هاد القرنفل هادي كي كنقول اللي عنده الحموضة يعني في المعدة ديالو، ولا الحرقة يعني كي كيسميه، ولا بالدارجة نتاعنا الجاير. ما عليه يدير جوج حبات في كاستاي، يخليه يرطب ويهزو بالمعلقة ويديرو فمو، يمضغ جوج وصافي، غير جوج يمضغو مزيان، ويشرب عليه ذاك الكاس اتاي هذاك. وإلا بغى يديرو في الفم مباشرة يمضغو حتى يتمضغ مزيان، ونديرو عليه واحد جوج جغمات ولا ثلاثة ديال الماء، ممكن كي نمضغوه نديرو في فمنا، نمضغوه نسرطوه، من بعد دقائق هذاك الجاير هذاك يمشي، ولا الحرقة ديال المعدة ولا الحموضة كتمشي في ضربة، كتلقى الراحة في البلاص أبسط ما كاين. هاكي كتشوفو سبحان الله الكريم. وإلا قلبتو عليه يعني في ما بغيتش نسميها في المكان ديال التواصل الاجتماعي، قلبتو أشنو هو المواد اللي كاين في هذا القرنفل هذا، غادي تبقاو حايرين. ردوا البال، راه غادي نعالجوا الصحه ديالنا ماده بسيطه وطبيعيه. من بعد انا دائما كتوجعني المعده، الحرقه ديال المعده والحموضه الجاير، يعني دائما وابدا انا عندي كنستعمل الدواء ديال الجاير، ولكن مره الجاير كيغلب، كتكون قوه الحرقه كامله، ما نقدرش ندوبل الدواء لان خطر. كندير جوج حبات في الفم ديالي، وحده مر وحده، كنمضغهم مزيان، نمضغهم حتى يتمضغوا كاملين،
ندير زغمه ولا جوج ديال اتاي ولا ديال الماء، كان الله باقي الله، يعني ابسط ما كاينه والله العظيم، ابسط ما كاينه. جربوها اخوتي، راها ماده طبيعيه، ونتمنى لكم ان شاء الله تعالجوا روسكم من ابسط حاجه. اللي وصل عنده هذا الفيديو هذا، انا مزوق لك، صيفطوا الاصدقاء والصديقات، صيفطوه للناس، راه كاين الناس الله يحسن العون ما يعرفوش اش غادي يديروا لديك الحرقه ديال المعده ولا الحموضه ولا الجاير. بارطاجيوه ونشوفوا اللي بارطاجيه يدي معنا الحسنات، وبارك الله فيكم. نتمنى لكم ان شاء الله الخير وعلى خير، والله العظيم من بعد التجربه ما عندي ما نقول في هذه الماده هذه، والله ما عندي ما نقول، يعني سبحانك الله العظيم. التجربه ديالي دائما من الصغر ديالي، وانا هذا الحرقه ديال المعده ولا الحمره ولا الجاير فيا، حتى بقيت انا كنت نستعملو لحاجه اخرى، ولكن لقيت الجاير يعطي له ضربه، علاش ما نستعملوش؟ المهم كنقول للناس اللي بغات تزرع الخروب ديالها، بغات دير مشروع ديال الخروب، راه كاين واحد العدد ديال الفيديوهات على المشروع ديال الخروب. وإلا كاين بغى الانسان شي معلومه، يحط الرقم ديالو ديال الواتساب في القناه، نواجبو نعطيه جميع الارشادات والمعلومات على حسب الخروب. وما تنساوش تبارطاجيو، وشكرا لكم ومع السلامه.